في بادرة وفاء وامتنان كرمت سفارة دولة الكويت في واشنطن أسر الجنود الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم الذي استمر 7 أشهر منذ أغسطس عام 1990. لم ولن تنسى دولة الكويت الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في حرب التحرير. تحت هذا الشعار استقبل سعادة السفير الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة استقبل أسر الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في حرب تحرير دولة الكويت من العدوان العراقي الغاشم. إن رسالتي لكم من شعب الكويت ومن حكومة بلادي هي شكرا لكم على ما فعلتموه من أجلنا. أريد أن أقول لكم بالنيابة عن حكومتي وشعبي أننا لم ولن ننسى موقفكم معنا والتضحيات التي قدمتموها من أجل الكويت، وسنظل نتذكر ونذكر أبناءنا. وقد دأبت سفارة دولة الكويت في واشنطن على الاحتفال بذكرى حرب التحرير بدعوة أسر الجنود الأمريكيين للتعبير عن امتنان دولة الكويت حكومة وشعبا للدور الريادي الذي قامت به الولايات المتحدة من خلال الجنود الأمريكيين الذين دافعوا ببسالة من أجل استرجاع الشرعية. الدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في عملية تحرير دولة الكويت دور لا ينسى، لا ينساه كل كويتي عاش على أرض الكويت في تلك السنة، وإن شاء الله وتحرص سفارة دولة الكويت على إقامة هذا الحفل البسيط لبعض عائلات من فقدوا حياتهم خلال حرب تحرير الكويت. جميع الحاضرين اليوم يمتزج لديهم شعور بالفخر والحزن في آن واحد، وهم يكنون لكل التقدير والشكر لسفير دولة الكويت لترحيبه بهم واستضافته لهم. تستطيع أن ترى بوضوح من خلال الكلمات الصادقة والمعبرة للسفير الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح ومن خلال حفاوته بأسر الجنود الأمريكيين. وعقب الاستقبال والترحيب أقام سعادة السفير الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح حفل غداء على شرف أسر الجنود الأمريكيين الذين جاءوا خصيصاً لتقديم الشكر على التقليد الذي تحافظ عليه دولة الكويت والذي يتيح لهم إحياء ذكرى من فقدوه من أعزائهم، هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الحق. ابننا ديكسون وولترز كان كابتن في سلاح الطيران وضربت الطائرات العراقية طائرته وأحطمتها، كان يقود الطائرة التي تحرس المارينز البحرية، ونحن نتذكر حينما ذهب المرة التالية وقال لي: يا أمي، إذا لم أذهب أنا سيكون هناك من يموت دون أن يجد أحد يدافع عنه، ولم نكن نتوقع أن يموت هو، ولكنه دفع حياته من أجل هدف نبيل وواجب وطني. توفى زوجي دوغلاس برات أحد المحاربين في سلاح الطيران، لقد قتل في حرب التحرير، ونحن نشكر دولة الكويت ممثلة في سعادة السفير على استضافته لنا ونشعر بالفخر والتكريم. دأبت سفارة دولة الكويت في واشنطن على الحفاظ على تقليد استضافة أسر الجنود الأمريكيين الذين فقدوا أرواحهم دفاعا عن الحرية والشرعية، وذلك تأكيدا من دولة الكويت على العرفان بالجميل والوفاء للولايات المتحدة. داليا الكومي، تلفزيون دولة الكويت، واشنطن.